السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله اليوم راح ندرس التجربة اللي رقمها 11 كتجارب الفيزياء الطبية كاملة، عنوانها الفيسكوسيتي اوف ذا ليكويد، يعني شنو؟ لزوجة السوائل. طيب قبل لا نشرح هاي التجربة أريد أفهم شنو معنى لزوجة. أوكي، اللزوجة يعني أنا ما لي علاقة بالمعنى الطبي ولا بالمعنى الفيزيائي، أريد أقربها بالواقع وبعدين نشرحها. أنتوا تعرفون اكو عسل واكو مي واكو زيت ما السيارات اللي احنا نسميه دهن، هتقولي شنو جاب هاي على هاي على هاي؟ طيب اللزوجة يعني الثخن، يعني ايش قد المادة ثخينة. هسه اذا اسألكم ايه الاثخن، العسل لو المي، هتقول شنو اثخن؟ يعني ايه القوام سميك، العسل لو المي. هسه انت اذا تشرب جلاس مي اسرع لو جلاس عسل، اكيد المي، لأن المي أخف والعسل أثخن. فاللزوجة تعني مقدار الثخن السمك. هسه مثلا الدبس اللي هو دبس التمر أيضا يعتبر سميك، فاللزوجة تصنف السوائل حسب ثخنها، شقد هذا السائل ثخين. طيب بالفيزياء ما راح أقول لك ثخن ولا سمك، لا، راح يجي يقول لك اللزوجة هي مدى مقاومة السائل للأسطح. هذا المصطلح ما له علاقه، بعدين راح اجي مال مدى مقاومه السائل للسطح. اهم شيء انا وياكم فهمنا يعني شنو اللزوجه، يعني انه الماده ثخينه. اوكي اوكي، بان هسه كل واحد يعرف كلمه ثخين. ثخين يعني شيء سميك، يعني قلت لكم العسل، هسه اذا تشرب جلاس عسل او اذا هسه انت تدير جلاس عسل، يعني اقلب جلاس عسل شوف ايش قد ينزل، بطيء يحتاج وقت طويل حتى ينزل، بينما اقلب جلاس مي يعني اقلبه بالقاع، خلي الرش بالقاع بسرعة راح ينزل بالمي. تمام. هسه راح اصور لكم الحالة، هذا كوب واني لازمة بشكل مائل، تمام، وهذا ايضا كوب واني لازمة بشكل مائل، والكوبين متروسات، الكوبين شبيهم متروسات، واحد متروس عسل، خلينا نكبر الخط شوية، واحد شنو متروس عسل، الخط ما يكبر، المهم واحد من الكواب بي عسل وأنا ميلة يعني جا أصب منه. الكوب الثاني شنو يحتوي؟ الكوب الثاني يحتوي على مي، الكوب الثاني بمي، وايضا انا ميلة جا اصب منه. نشوف انه المي ينزل بسرعة، المي يشبيه ينزل بسرعة، يعني نزوله سريع لان ما يقاوم الجلاس، يعني بسرعة ينزل لان خفيف هذا الماء. بينما العسل تشوف نزوله بطيء، يعني شوف المي وين نزل والعسل هنا بعده، هاي قطرة مال العسل جاي تنزل، هاي شنو؟ قطرة مال العسل جاي تنزل، هذا منو؟ هذا العسل، ويطول يلا ينزل. فشنو يعني مقاومة؟ يعني يقول لك هو بالفيزياء اللزوجة هي مدى مقاومة السائل للسطح، يعني عندي قصده بالمقاومة، يعني عندي المي بسرعة مقاومته خفيفة بسرعة ينزل، لهذا اذا انت كبيت مي على مثلا سطح المي راح تشوفه ينتشر بسرعة، يروح يمنى يسرى، تمام، ما عنده مقاومة للسطح، يعني ما يلزق بالسطح يمشي يتحرك. بينما لو هذا العسل تكب على اي سطح، مثلا نقطة عسل وقعت، هاي النقطة وقعت على اليمين على الارضية، هاي النقطة ما راح تنتشر، ما راح هيش تمشي وهيش تمشي، راح تظل بمكانها شوية تنزل وتقعد بمكانها. ليش؟ لأن هذا العسل يقاوم سطح الأرض ما يتحرك، عنده مقاومة عالية للحركة. فاللزوجة قلت لكم بالعامية هي الثخن، إيش قد المادة ثخينة، واللزوجة هي خاصية، هي ما أقدر أقول للسوائل، ترى اللزوجة موجودة حتى بالهواء، أكو غازات لزوجتها عالية يعني ثقيلة ثخينة، وأكو غازات خفيفة، بس إحنا أكثر شيء نحكي عن السوائل. فاللزوجة هي خاصية أكثر شيء للسوائل، تعني مدى ثخن المادة مدى سمكها.
هاي بالعامية. أما بالفيزياء فيقول لي مدى مقاومة المادة للأسطح، يعني المادة تقاوم السطح ما تتحرك، أوكي؟ يعني تحتك بي تلزمه، مو مثل المي يروح يمنى ويسرى، لا هاي تظل ثابتة مكانه، فكلما زادت اللزوجة زادت هاي المقاومة. هاي بسيطة يعني، فهمتكم شنو الفرق أو شنو معنى اللزوجة وشنو الفرق بين السوائل. هسه رح ناخذ أمثلة من فيديو. الصوت أنصي، شوفوا هذا فرق بين علي من عسل وعلي يسرى مي أحمر، مي حطله من لون غذائي أحمر، مدري برتقالي أعتقد برتقالي. العلي يمنى عسل والعلي يسرى مي، شوفوا أيه اللي جاي ينزل بسرعة، المي جاي ينزل أسرع من العسل، لأن العسل لزوجته عالية سميك ثخين، أوكي؟ يقاوم السطح، يقاوم يعني يظل لازق بالجلاس، يقاوم الحركة. أما المي ما يقاوم الحركة، بالعكس بسرعة ينتشر. فشوفوا العلي يسرى الجلاس راح يملي، والعسل بعد توه نازل يعني فد كمية بسيطة من عنده. فلهذا فرق اللزوجة. يعني هسه إذا أسألكم أيه اللي لزوجته عالية، العسل أم المي؟ أكيد العسل، العسل لزوجته أعلى من الماء، الماء خلص والعسل بعد دا ينزل، أوكي؟ فاللزوجة هي مدى مقاومة السطح أو العفو السائل لحركة السطح. هنا أيضا مذكورة اللزوجة، يعني فيديوهات تقرب لنا المعنى حتى نفهم التجربة. ترى التجربة هي هاي الفيديوهات اللي جا أشوفكم إياها جا تحكي عليها. قال لك هسان إذا صبيت عسل في يعني قارورة عفوا، وهذا مي على اليمنى وعلى اليسرى زيت، زيت مال سيارة. شوفوا هو أول شي بدأ بالعسل، وش قد أخذ وقت العسل، والمي امتلت القارورة راح تمتلي، يلا العسل يمتلي، أوكي؟ من نفس الكمية. فاللي يقصده أن لزوجة العسل اللي هو بالنص أعلى من المي وأعلى من زيت السيارات اللي احنا نسميه الدهن، دهن السيارة. بس رايح تشيل عن اللزوجة ومقاومة الأسطح نفس ما قلت لكم. فاحنا أهم شي نفهم الفكرة، ما دام فهمنا الفكرة الباقي ما أريده، باقي اخذه من المزمة. من اقول لك لزوجة عرفت ليش يعني لزوجة بعد. طيب هسه نجي نقرأ عنوان التجربة، ال viscosity of the liquid، لزوجة السوائل، liquid يعني سوائل. مرات كلمة liquid يجي مكانها fluid، نفس الشيء fluid او liquid يعني سائل، اوكي اوكي. طيب ال purpose، الغرض من التجربة، اول شيء ندرسه شنو هو الغرض من التجربة، ليش انا جاي ادرس تجربة لزوجة السوائل. طبعا انا ما اقول لكم الغرض الصحيح من هاي التجربة، راح ناخذ مثل ما بالمنزمة وبالاخير اعطيكم معلومة بسيطة، اوكي؟ قايل الغرض من التجربة to determine، لتحديد the viscosity لزوجة of medium، الاوساط. medium يعني الوسط، يعني قصد المواد المختلفة. اذا تجي تترجمها راح يقول لك الاوساط او المواد، انت ترجموها السوائل، هي ما لها علاقة بس عم تربطون الموضوع. يعني الغرض من التجربة لتحديد لزوجة السوائل، احدد هذا السائل لزج، هذا غير لزج، هذا خفيف، هذا ثخين. يقصد بالاوساط يعني السوائل. فالغرض من التجربة لتحديد لزوجة السوائل. زين شلون راح احددها؟ باي طريقة؟ using، باستخدام small يعني صغير، sphere يعني كروي، false تسقط، with مع، constant يعني ثابت، terminal نهائي، velocity سرعة. زين ما افتهمنا شنو الترجمة. يقول لك الغرض هو تحديد لزوجة السوائل باستخدام كرة صغيرة تسقط داخل سرعة ثابتة. شنو قصده؟ قصده انه اني راح اجيب انبوبة وامليها بسائل، اريد السائل اللي يد اختبره، اي سائل كيفي املي هاي الانبوبة بسائل، اوكي؟ وشون اقيس لزوجتها؟ ارمي بيها كرة، شرمي بيها كرة وراح تنزل الكرة بسرعة معينة حد ما توصل للقاع، اقيس هاي السرعة والقى لزوجة السائل، اوكي؟ وراح تختلف هاي السرعة باختلاف اللزوجة، عن طريق السرعة راح تختلف المواد بلزوجتها، تمام؟ فش قايلك شنو الغرض؟
الغرض هو تحديد لزوجة السوائل المختلفة عن طريق اسقاط كرة في سرعة ثابتة. راح تقول لي شلون سرعة ثابتة وانت قلت مختلفة؟ قصدي سرعة ثابتة لما اني ارمي الكرة على السائل ارميها بنفس القوة بكل مرة، يعني هيك الزمها وهدها ما اضربها ضرب، السرعة مرة مي ثابتة. شنو اللي راح يفرق؟ راح تفرق سرعة الكرة لما تدخل السائل. لما تدخل السائل اما تكون سريعة او بطيئة، على كيف على كيف حسب السائل، اذا ثخين او يعني مو ثخين. مثلا اذا مي الكرة راح تسقط بسرعة، لو كان دبس راح الكرة شوية 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 تتحرك لانه الدبس ثخين، اوكي، فالكرة راح تبطأ حركتها سرعتها تبطأ. فهو قال لك قياس لزوجة السوائل من خلال اسقاط كرة بسرعة ثابتة، قصد على السرعة الثابتة يعني سرعة السقوط، سرعة السقوط ثابتة، يعني مو مرة الكرة ارميها رمي ومرة القحة لقح يعني قوي، لا، بكل الحالات انا الكرة بس هيك اهدها هد اخليها هي تنزل بالسائل، سرعتها داخل السائل هي اللي تحدد لزوجته. هاي الفكرة من تجربة كليتها وكل كل شبيه. طيب هسه راح نقرا الانترودكشن، المقدمة. قال لي انترودكشن، مقدمة عن الموضوع. The viscosity، اللزوجة of the fluid، قلنا هو قال لي بالعنوان liquid وبالشرح قال لي fluid، نفس الشيء liquid سوائل fluid سوائل. هنا ايش قال لي؟ قال لي the viscosity of the fluid، لزوجة السوائل، هذا التعريف هنا تقرون المهم. شنو تعريف لزوجة السوائل؟ قايل لي is يعني هي measure، مقياس of it is resistant، مقياس مقاومتها، جاحش عن السوائل. اذا قال لك عرف لزوجة السوائل قل له مقياس لمقاومة السوائل تقاوم شنو؟ gradual deformation. شنو gradual deformation؟ التشوه التدريجي. شنو التشوه التدريجي؟ أريد أفهمكم على كلمة تشوه، هي تشوه اللي راح تجيب لي معنى التعريف كله. أنت مو بالك تشوه يعني صار بيها خربطة أو فتشي، تشوه يعني تغير بالحالة. يعني شنو؟ هذا السائل وحالته أنه متروس تارس الأنبوبة، هذا السائل تارس الأنبوبة، اوكي، ساكن قاعد مرتاح كل شي ما بي. لما انت تجي وهذا السائل ترمي لك بي، خلنا اترس الانبوبة حتى اقولكم ايش راح يصير. هذا السائل انت من تجي وتحط لك بي كرة، هسه هاي السائل راكد كل شي ما بي. شنو معنى التشوه اللي جاي قصده؟ شنو يعني deformation؟ انت هذا السائل جيت وشمرت لك بي كرة معدنية، هاي كرة سقطت بالسائل هنا سقطت. ايش سوت هاي الكرة لما تسقط؟ الكرة من تسقط ايش راح تسوي؟ عفوا خلنا ارجع احدد، الكرة لما سقطت بهذا السائل راح تزيح السائل، تغير من شكله، يعني تزيح هاي الفراغ بالنص، ما راح يظل بسائل اللي هو مسار الكرة، هذا الفراغ اللي هو كان مليان بالسائل راح يفرغ طب الكرة لحد ما توصل للقاع، تمام، منه لحد ما توصل للقاع. فهذا التغير بالشكل او بالحالة يسمونه تشوه. زين هذا التشوه شلون صار؟ يعني برأيك مباشر صار هيك السائل انزاح لو شوية شوية كل ما مشت الكرة، يعني هسه الكرة هنا التشوه، مشت هنا صار هنا، مشيت صار هيك. فالتشوه شنو؟ تدريجي، اوكي. فش قال لي؟ عرف لي اللزوجة ايش قال لي؟ قال هو تغير في شكل السائل او تشوه تدريجي. تشوه يعني تغير بالحالة مالته، كان ساكن كان مليان بالانبوبة صار بفراغ بالنص، تغيرت حالته تغير شكله. فهنا ايش قال لي؟ قال لي هي مقياس لمقاومة السائل للتشوه التدريجي. راح تقول لي شنو مقاومة؟ راح ارجع فهمك على مقاومة، يعني اكو سائل خفيف بسرعة الكرة الطبل الاخير،
فما عنده مقاومة للتشوه، بسرعة يتغير شكله. يعني هسه المي لما تخليه انت بكوب مربع راح ياخذ شكل المربع، تخليه بكوب مستطيل ياخذ شكل المستطيل، ما عنده مقاومة للتغير. بينما لو تجيب عسل ثخين، عسل ثخين تخليه بكوب مربع ما راح ياخذ شكل المربع، هيك راح يصير. نفرض هذا كوب مربع وانت خليت بيه عسل، العسل راح يملي هيك هيك هيك، يصير على شكل قمة يتجمع. ليش؟ اذا ما مليت الكوب، لان العسل هذا ثخين يقاوم التغير، يحافظ على شكله. اوكي، فكلما زادت المادة كل ما زادت لزوجتها، يعني تزاد مقدار المقاومة للتغير بالشكل. يعني هسه هذا لو هذا الاحمر، لو نفرض هذا الاحمر عسل، الكرة ما راح تتحرك بسهولة، يعني ما راح تسقط مباشرة للأخير، لا راح تظل هنا فترة وتتحرك لهنا فترة، يعني تحتاج وقت حتى تخترق السائل. يعني قاوم التغير، يعني العسل ايش سوى؟ قاوم التغير بالشكل، ما خلى الكرة تخترق بسرعة، يعني قاومها شوية. اوكي، فقال لي شنو تعريف اللزوجة؟ هي مقدار مقاومة المادة للتغير بالشكل التدريجي. gradual يعني تدريجي، deformation يعني تغير بالشكل، يعني التشوه. تمام. زين هذا التغير شلون يصير؟ باي بواسطة shear stress or tensile stress. راح افهمكم على ذول الكلمتين. هسه هذا السائل، خلينا نقول هذا السائل، هذا السائل اوكي، وجبت لي كرة وسقطتها بهذا السائل، راح تخترق السائل، تقطع بالنص، يعني راح تبدي من فوق لحد ما تنزل لي جوه، تقطع السائل بالنص. هاي القوة مال القطع شو يسمونها؟ يسمونها شير ستريس، يعني شنو؟ اجهاد القطع او قوة القطع. تمام، يعني مدى مقاومة السائل لهاي القوة اللي هي تقطع من فوق لجوه. تمام، يعني كرة انت مو ذبيتها من فوق راح تخترق السائل على طول وتصل لخير، يعني تقطع بالنص، فيسمونها قوة القطع او اجهاد القطع. اجهاد يعني قوة، اجهاد يعني قوة. اوكي زين، التنسايل شنو؟ طبعا هاي من جاي اشرح لكم اياها هسه، مو بس عمود المرحلة الاولى، ترى بالثانية تلقاها قدامك باصعب مادة، بالدي ام ذنة كلهم تلقاها. التنسايل شنو؟ هذا كوب، والكوب بيسائل، طبعا ما جاي اقول لك تلقى اللزوجة بالمرحلة الثانية، هي اللزوجة ايضا تلقاها بالدي ام، بس قصدي تلقى ذن الكلمات الشير والتنسايل ذن تلقاها قدامك، طبعا حتى الفيسكوستي تلقاها بس قليل جدا، يعني خاصية مو شرح. المهم هذا السؤال، جبت كرة ورميتها بالسائل، صارت الكرة هنا أنا. اوكي، السائل ايش راح يصير بيه؟ راح يتمدد، يعني يرتفع مستواه بالجلاس او بالكوب. نفس سالفة الغراب العطشان يوم كان يحط حصو والمي يرتفع، فهذا الارتفاع او الزيادة بالطول، يعني كان السائل هالقد، سائل كان 5 سنتيم ارتفاعه صار 7 سنتيم، يعني حطيت بيه كرة من جوا. هاي الزيادة بالطول يسمونها التنسايل، يعني شد او تمدد. اوكي، يعني شديت المادة. فانا جاي اشرح لكم المعاني، ما اريد بس هيش يعني تقول لي شد وقص ومدري شنو، لا افهمهن، والسنة الجاية ما راح تعاني منهن، فانا شرحت لك اياهن. ولو شوية الفيديو يصير طويل عادي سرعوا، بس المهم تفهم، حتى انت اولا قبل الحفظ فاهم، وثاني شيء هاي تفيدك بالسنة الجاية. انا ما جاي اشرح شيء راح يروح، لو شيء يروح كان عفته، بس هذا يبقى. نرجع التعريف لان صار بيدوخ، خلينا نرجع عيده. تعريف اللزوجة ما السؤال، هو مقياس لمقاومة السائل للتشوه التدريجي. تمام، مثال شنو؟ مثال قوة القص او قوة القطع وقوة الشد، يعني السائل يقاوم القطع، ما يخلي هاي الكرة تقطع ولا يخليها تشد او تمدده.
هاي معنى اللزوجة. وأنا قلت لكم اللزوجة هي ثخن، ولكن تعريف بالفيزياء هي مقاومة. قال لي for liquid بالنسبة للسوائل it correspond to informal concept of thickness. جاي احكي لي بالنسبة للسوائل، قال لي هذا المصطلح مال اللزوجة بالسوائل it correspond يتوافق to the informal concept مع المفهوم مال thickness. يعني شنو الثخن؟ يعني قصده إذا أحكي على لزوجة السوائل فهذا التعريف يعني شنو؟ يعني الثخن أو السمك. شنو قصده؟ قال هذا التعريف اللي حكيت لك إياه، هاي سطر ونص ذول اللي حكيتهم هذولي بالنسبة للسوائل شو أقدر أقول عليهم؟ قال بالنسبة للسوائل هذا المفهوم يتوافق مع كلمة ثكنس التي تعني ثخن أو سمك. من البداية أنا سمك عفوا، من البداية أنا قلت لكم لزوجة يعني ثخن أو سمك وإلها تعريف بالفيزياء. فهو انطان التعريف وقال لك تقدر بصورة عامة تقول السوائل ثخينة أو لا، بدل ما تقول هي مقاومة السائل للتغير بالشكل. يعني بدل ما تعرف اللزوجة هيك تقدر تقول هل هذا السائل thick or no، يعني ثخين لو لا هيك. يا ما أعرف إذا وصلكم المعنى، بس قصده بدل ما تعرف اللزوجة إيش كبرها سطر ونص تقدر تقول لي إذا أقول لك هذا السائل لزج أو لا، بدل ما تنطيني تعريفه كله تقول لي هذا thick or not بس. أوكي، بدل ما تقول لي هذا السائل يقاوم التغير بالشكل ويقاوم الإجهاد وما أدري شنو، اختصر لي هذا كله، تقول لي هذا ثخين لو لا بس هيك. فهيك يقصد بهذا السطر. correspond يعني يتوافق، informal constant إن formal constant يعني مفهوم غير رسمي، يعني قصد غير التعريف أكو مفهوم ثاني للزوجة اسمه thickness. ممكن يجيك سؤال يقول لك الفيسكوسيتي إز، يعني اللزوجة تعني، وينطيك بالخيارات الثكنس تختارها. فاللزوجة تعني الثخن ممكن يعني. طيب نكمل. هناش قايل لي for example، هذا مثال بس توضيح مو تجي تحفظه، ممكن يجي سؤال بس انت فاهم فبس يعني طلع عليه وتعبره. قال لك على سبيل المثال الهوني العسل has much higher viscosity. has يعني يمتلك، much higher يعني اكثر viscosity لزوجه، لزوجته اعلى من منو؟ العسل اعلى لزوجه من منو؟ than water. هاي معروفه من البدايه قلت لكم ايه الاثخن، المي لو العسل؟ اكيد العسل. فاذا جاك سؤال قال لك الهوني viscosity لزوجه العسل is high or low from water، هل هي اعلى من المي لو انصى من المي؟ تقول له هاي. طيب هناش قايل لي الفيسكوسيتي اللزوجة is property، هي خاصية arising from، تنشأ من، arising يعني تنشأ، from من شنو تنشأ؟ يعني قصده منشأها، يعني ليش اكو لزوجة؟ مو منشأها يعني منين تولدت، لا، شنو سبب حدوثها؟ ليش اكو لزوجة بالسوائل؟ فقال لي تنشأ من كولجين يعني الاصطدام، بين نيبرينج بارتيكل، الجزيئات المتجاورة، ان افلويد في السائل، ذات ار موفينج والتي تتحرك، at different velocity بسرعة مختلفة. شنو قصده؟ أفسر لكم المعنى. نفرض هاي قطرة من العسل، أوكي؟ هاي القطرة متكونة من كم جزيئات، أوكي؟ هاي الجزيئات واحدة منهم سريعة مثلا هيش سرعتها، واللي قدامها بطيئة، فش تصير؟ تتصادم. وهاي بطيئة الوراها سريعة فتصدمها. فقال لك اللزوجة هو تصادم الجزيئات مع السائل بسبب اختلاف السرعة. يعني هسه أني لو هاي السيارة تمشي 70 كيلو وجتها سيارة من وراء تمشي 120 وما خفف، هذا ايش راح يسوي؟ راح يضرب هذا.
من يضربه راح يوقف السيارة، يعني تصير حركة بطيئة. وأيضا جت السيارة وراها تمشي 140 وأيضا صدم هذا. فيقول لك الحركة مع الجزيئات مختلفة، فيحصل بيناتها شنو؟ تصادم، يصير تصادم بين الجزيئات. لهذا إذا كان التصادم كبير، يعني جزيئات تصادم بسرعة عالية مثل العسل، فراح يصير لزوجة عالية. بينما لو الماء جزيئاته كلها بنفس السرعة تقريبا فما راح يصادمن، بالعكس يصير السير سريع. أوكي، هسه إذا ظننا كلهن يمشن 100، كلهن يمشن 100 مال مي، ما يتصادمن، بالعكس يصير سريع. بينما إذا ظننا واحدة 120، واحدة 140، واحدة 70، فواحدة راح تصدم الثانية ويصير السير يصير كله بطيء، السير كله يصير بطيء. لهذا ايش قايل لي تعريف او سبب اللزوجة، ليش اكو لزوجة بالسوائل؟ قايل لي بسبب الكولجن، التصادم. هذا التصادم بين من؟ بين الجزيئات، بارتيكل يعني جزيئات، نيبرينج متجاورة، بين الجزيئات المتجاورة ان فلويد في السائل، that are moving والتي تتحرك at different velocity، بسرعة مختلفة، velocity سرعة different مختلفة، يعني سرعة مختلفة، واحدة سريعة واحدة بطيئة، فواحدة راح تضرب الثانية وبالتالي تصير لزوجة، تصادم يصير بيناتهن. اهم شيء بذن السطرين اللي قلناهن راح يجيك يقول لك ال viscosity is arising from، تنشأ اللزوجة من، وينطيك خيارات. يقول لك كولجن يعني شنو؟ تصادم. او يقول لك كوهيجن، تماسك. فرق بين كوليجن وكوهيجن. كوليجن هذا التصادم، عفوا خلينا نكتب كوهيجن، تقول لكم شنو معنى كوهيجن هاي السنه الجايه. كوليجن تصادم، كوهيجن تماسك. فإذا جاب لك سؤال قال لك تنشأ اللزوجة من تصادم الجزيئات أم تماسك الجزيئات، راح تقول له تصادم الجزيئات، collision not cohesion. تمام، إن شاء الله واضح. قال when fluid يعني عندما السائل is forced يعني يدفع through a tube خلال أنبوبة، يعني عندما يندفع السائل خلال انبوبه، مثل ما هسه انا اقوم اشغل الماطور مال مي ويطلع لي مي من الصونده، يعني السائل اندفع بالانبوب اللي هو الصونده اللي ارش بيها الزرعات او الشارع. اوكي، فيقول لك عندما يندفع السائل في الانبوبه the particle الجزيئات which compose التي تكون هذا السائل generally بصوره عامه move تتحرك more quickly أسرع near the tube axis عند محور الأنبوبة and more slowly وأبطأ near its wall قرب جدرانه. أفهمكم على السالفة جدا واضحة ولا يحتاج لهذا الكلام الهواية. هاي أنبوبة وشنو بيها؟ بيها سائل، بيها سائل. راح ارسم لكم الحركة ما السائل بالضبط مثل ما جاي يصير هيك. شلون هيك؟ هسه افسر لكم المعنى. قايل لي ان الجزء الوسطي من السائل هذا اللي جاي ارسمه باللون السمائي، هاي حركته شو تكون؟ بطيئة. اوكي، الوسط ما السائل تكون حركته بطيئة، اما الاطراف ما السائل اللي هي تكون ملامسة لجدران الانبوبة، هاي الاطراف اللي تلمس الانبوبة، هذول الاطراف الاثنين بالاسود. عفوا انا يمكن قلبتها، يمكن قلبتها. يقول لك and more slowly near it as well، اي صح قلبتها، اسف هسه راح ارجع اعيدها بصورة بس نفس الفكرة بس انا قلبتها. اعتذر هسه راح ارجع عيد حتى تكون واضحه عندكم. هاي الانبوبه نفسها مالتنا
والسائل نفسه مالنا هذا السائل تدفق بالأنبوبة السائل هيك راح يكون شكله انتبهوا السائل راح يكون شكله هيك هيش يتدفق السائل بالأنبوبة الوسط ما السائل بالنص الوسط ما السائل يعني الجزء بالنص من السائل هذا الجزء من السائل اللي يكون ما يلامس جدران الأنبوبة هذا يكون سريع لأنه ما يحتك بالأنبوبة أما أطراف السائل اللي هن يحتكن بالأنبوبة هذا الجزء الطرفي من السائل اللي هو يلامس الأنبوبة اللي ينقل السائل هذا الجزء الطرفي شكون يكون بطيء ذول اللون الأسود شبيهم بطيء ليش بطيء لأنه يحتك بجدران الأنبوبة يصير احتكاك مقاومة أما بالنص ماكو احتكاك جاي يمشي سريع فقال لك أن الجزء الوسطي يعني المحور الأكسس الوسطي ما السائل يكون شبيه كويكلي سريع اما الجزء الطرفي يكون سلاولي بطيء فتحفظوا لي اهم كلمتين راح اشير لكم عليهم تمام راح يجيك السؤال هيك قال لك وين عندما يتحرك السائل خليني اقول لك على السؤال هذا السؤال عندما يدفع السائل خلال انبوبه تمام يكمل يقول لك جزيئات المكونة للسائل هذه الجزيئات اللي تكون للسائل بصورة عامة تتحرك هنا يجي السؤال هنا يجي اختيار more quickly أسرع عندما تكون في الوسط near the tube axis tube axis يعني المحور الوسطي انت راح تروح تترجمونها راح يقول لك المحور الصيني فقصد المحور الوسطي عندما تكون جزيئات السائل في وسط الأنبوبة تكون أسرع هذا تحفظون المور كويكلي هذا تحفظون بالأسود يجي سؤال وبعد قايل لك إنه باللون النيلي and more quick slowly وأبطأ near its wall قرب جدرانه يعني جزء السائل اللي بالنص يكون more quickly أسرع أما جزء السائل اللي يكون بالأطراف القريب من جدران الأنبوبة شكون مار سلاولي أبطأ فأنت تحفظون القريب على الجدران من تسمعون كلمة جدران هاي الوولز من تسمعون كلمة جدران يعني بطيء أما تيوب أكسس سريع المحور الوسطي الماء يكون سريع يعني السائل عفوا أي سائل كان أما جدران الأنبوبة يكون بطيء ترى هي مبينة ذيك وينها الكوب مالنا اللي بالبدايه حكينا عليه هذا الكوب خلينا نظهر ثانيه هذا الكوب لو انا هيك ميله وجاي ينزل منه عسل اوكي جاي ينزل منه شنو نقطه عسل نقطه العسل برايك راح اعطيكم شكلين وانتم تختارون تكون هيك لو هيك حتقول شو هالشكل الثاني اي اياد تقولوا لأي شكل الاول والثاني اكيد راح تقولون الاول اللي هو هذا ها شنو شو حيث اخي خلنا ازغر القلم اكيد راح تقولوا لي هذا الشكل هذا الشكل الصحيح القطرة هيش تنزل مو هيك مو مجعمرة لا ليش نزلت بالشكل الاول لانه الوسط مالها يكون سريع هذا سريع اما الاطراف مالتها تكون وراها بطيئه بينما هاي القطره انا قلبت لكم اياها خليت الاطراف سريعه والوسط بطيء متاخر فهذا غلط الحقيقه انه القطره لمن تنزل تكون الوسط مالها سريع هذا اول شيء يوصل وبعدين الجدران مالتها توصل القاع فهسه هاي القطره لمن توقع على القاع منو اول شيء لامس القاع الوسط مالها المحور الوسطي
يعني يكون أسرع من المحور الطرفي اللي يلحقها فيما بعد. هذا بالنص يكون أسرع ثم يجي هذا ينتشر. أوكي؟ فشكل القطرة هيش لأنه المحور الوسطي للسائل يكون أسرع من المحور الطرفي لهم. ما بقى لنا شيء ضعف اللي قرينا. قال لي therefore بالتالي، يعني بعد ما قرينا هذا قال لك therefore بالتالي some stress بعض الإجهاد، يعني إجهاد يعني قوة. من تسمعون إجهاد يعني قوة؟ شنو القوة اللي تضغط على السائل؟ مثل البرجر الضغط. different يختلف between two end of the tube بين نهايتي الأنبوبة، يعني قصد السائل لما يتدفق في أنبوبة معينة راح يختلف الضغط عن طريق في نهايتها. أفهمكم على السالفة، هاي أنبوبة وبيها سائل، فقال لي الضغط في نهايتي الأنبوبة مثلا هاي النهاية الأولى end one وهاي النهاية الثانية، أكيد هنا الضغط أعلى بالنهاية الثانية، يكون الضغط أعلى لأن تجمع السائل. فراح أقول لك لما يكون أكو تدفق للسائل في أنبوبة الضغط شبيه different يختلف difference يختلف. فيجيك سؤال يقول لك الضغط على طرفي أنبوبة يكون متشابه أم مختلف؟ تقول له difference مختلف وليس same. تمام؟ قايل لك is needed تحتاج to overcome the للتقلب، عفوا للتغلب بالغين، للتغلب على fraction الاحتكاك between particles بين الجزيئات layer بين الطبقات الجزيئية to keep للحفاظ الفلويد على السائل moving التحرك. يعني شنو قصده؟ افهمكم على هذا السطر. قايل لك السائل لما يتحرك، هسه هذا سائل هاي أنبوبة ويتحرك بيها، شنو يتحرك بيها؟ سائل، السائل هي جاي يتحرك، شنو يحتاج السائل حتى يتحرك؟ جزيئات السائل، يعني هسه السائل هذا إذا أريد أفصله هنا متكون من جزيئات، أوكي، جزيئات السائل بيناتهن احتكاك فراكشن، فما يتحرك السائل الا يحتكن ذن الجزيئات في بعضهن، فلازم قوة الجزيئة تتغلب على هذا الاحتكاك. يعني ذن الجزيئات شنو بيناتهن؟ فراكشن احتكاك، لازم نتقلب على هذا الفراكشن حتى يتحرك السائل اللي قدام. هاي الملخص سطرين. فايش راح يقول لك؟ راح يقول لك ماذا تحتاج لحركة السائل، يعني شنو تحتاج حتى السائل يتحرك؟ هذا الجواب هنا أنا. تحتاج الى overcome التغلب على the fraction الاحتكاك between particle layer بين طبقات الجزيئية للسائل. هذا الجواب هنا أنا. هذا الجواب ماذا تحتاج التغلب على او ماذا تحتاج لحركة السائل؟ السؤال وين؟ هذا يقول لك لاستمرار حركة السائل ماذا تحتاج؟ الجواب فوقه، بالاحمر جواب والبنيلي سؤال، اوكي؟ الجواب قبل السؤال، يعني لك نحتاج الى التغلب على قوة الاحتكاك من اجل استمرار حركة السائل. فراح يجيك سؤال يقول لك من اجل استمرار حركة السائل نحتاج الى overcome fraction force overcome cohesion force overcome particle force، التغلب على القوة الجزيئية ام قوة الارتباط ام قوة الاحتكاك؟ اي قوة لازم نتغلب عليها؟ اكيد الفراكشن، فتختار الفراكشن. فتركزون على كلمة overcome the fraction، نتغلب على قوة الاحتكاك بين الجزيئات حتى يتحرك السائل. نكمل ما بعده. بصورة عامة in general الليكويد السوائل، طبعا هذا الحرف الاخير دي مقصوص، قالك بصورة عامة السوائل شبيهن السيد تو بي، يقال لها، جدا مهمة هاي المعلومة، يعني انا اقول لك هذا جدا مهم، يجوز سؤال ماذا يقال للسائل؟ يقال له
فيسكوس لزج. ماذا يقال للسائل؟ يقال له لزج. ايش وقت تقول للسائل لزج؟ هاي اهم معلومه. ايش وقت انت تعتبر هذا السائل لزج؟ قال لك if it is viscosity, اذا كانت لزوجته is substantially greater than of the water, اكثر بكثير من الماء. تمام؟ greater اكثر, substantially بكثير يعني اكو فارق كبير from the, يعني هسه انا يعني بالمنطق اجي اقول لك السالفه ليش اعتبر العسل ثخين؟ تقول لي لانه اثخن من الماء. هاي انتهت. فوش قال لك؟ قال لك شو وقت تعتبر السائل ثخين لزج؟ شو وقت تعتبره ثخين؟ قل لي اذا كانت لزوجته اكبر من لزوجة الماء. زين, شو وقت تعتبره مو ثخين؟ شنو عكس كلمه مو ثخين؟ يعني متحرك. شو وقت تعتبر السائل متحرك؟ يعني يعني مو ثخين, متحرك يعني عكس كلمه لزج. اوكي, شو وقت تعتبره مو ثخين؟ if the viscosity, اذا كانت لزوجته is noticeably, يعني بشكل ملحوظ, less than water, اقل من الماء. ما فهمنا سطرين, ارجع عيده. يقول لك شلون اسمي السائل لزج؟ شلون اقدر اقول على هذا السائل لزج؟ اذا تحقق شرط واحد اللي هو شنو؟ اذا كانت لزوجته اعلى من لزوجة الماء بكثير. زين, شلون اقدر اقول على هذا السائل مو لزج؟ اللي هو موبل يعني متحرك عكس كلمة لزج. شلون اقدر اقول عليه هو موبايل؟ موبايل يعني متحرك. تمام؟ يعني عكس كلمة لزج, لان لزج يعني غير متحرك, يقاوم الحركة. فموبايل هي عكس كلمة فيسكوس. شلون اعتبر السائل موبايل متحرك؟ اذا كانت لزوجته اقل من لزوجة الماء بشكل ملحوظ. اذا اريد اشرلكم نقاط ممكن يعني يجي. من تسمع كلمة فيسكوس, من يقول لك هذا السائل فيسكوس؟ يعني greater than water. ومن تسمع كلمة موبايل يعني less than water. هيك اربطوا فيسكوس. ارقم لكم اياها, فيسكوس رقم واحد, من يجي وياها greater than water ايضا رقم واحد مالتها. موبايل رقم اثنين, من يجي وياها less than water هاي رقم اثنين, يعني كل واحدة مالتها. greater تجي ويا فيسكوس, وليس تجي ويا موبايل. هيك احفظوها اذا ما فهمتوا, خاف يعني. طيب نكمل. قال لي the ambient condition, يعني condition ظروف, ambient تؤثر. ما هي الظروف اللي تأثر على الزوجة؟ جدا مهمة. بعد يجين اختيارات يقول لك ما هي الظروف اللي تأثر على الزوجة؟ قال لك such as, مثل temperature الحرارة and pressure والضغط. التمبرجر والبرجر يأثرون على من؟ يأثرون على الزوجة. فإذا قال لك ما هي العوامل اللي تأثر على الزوجة؟ قل له التمبرجر والبرجر. ذول على من يأثرون؟ affect the viscosity, يؤثرون على الزوجة. إيش قايل لي؟ قال لي التمبرجر الحرارة really is the dominating influence, يعني شبيها هي أكبر تأثير على شنو؟ على الزوجة. فقال لي هي التأثير المسيطر, يعني هي أكبر عامل يأثر على الزوجة. إذا قال لك من هو dominating influence, من هو العامل المؤثر على الزوجة؟ أثر على الزوجة, أكبر عامل يأثر على الزوجة, dominating influence of viscosity, تقول له temperature. أكبر عامل يأثر على الزوجة هو الحرارة. حتى العسل إذا تحرق يصير يعني يصير سائل عبالك مثل المي. تمام؟ العسل طبيعي. أما العسل غير طبيعي إذا تحرقه يصير شكر, لأنه هو عبارة عن شكر ومي فينفصل. العسل الطبيعي إذا تحرقه يسيح مثل المي. أوكي؟ أوكي. فقال لك التمبرجر هو أكثر عامل مسيطر على الزوجة. وهاي بعد أهم, ما هي العلاقة بين الزوجة والحرارة؟ قال the relationship, العلاقة between temperature, بين الحرارة and viscosity. انتبهوا لي على هاي الكلمة, هاي تيجي
يجيك سؤال ما هي العلاقة بين الحرارة واللزوجة، تقول له inversely علاقة عكسية، inversely proportional تناسب عكسي، proportional يعني تناسب، inversely يعني عكسي. تمام. وهاي بالنسبة المعلومة هاي قال لك for all substances لجميع المواد، يعني قصده الحرارة تتناسب عكسيا واللزوجة بجميع السوائل، مو تختلف بين سائل وسائل، لا جميعها نفس الشيء. طيب ايش قايل اللي بعد؟ in most case في اغلب الحالات a fluid viscosity لزوجة السوائل، انتبهوا لهذا المعنى، لزوجة السوائل increase تزداد with increasing بزيادة البرجر. هاي حل مهمة، شنو حل مهمة العلاقة؟ راح اختصر لكم اياها بمخطط. هاي الفيسكوسيتي، خلينا نكتب بقلم صغير، هاي الفيسكوسيتي تتناسب دايركتلي انفرسال يعني طردي وعكسي، ويا من طردي ويا من عكسي، انتبهوا للحرف اللي راح اكتبه، ويا الضغط طردي ويا الحرارة عكسي، هذا ضغط وهاي حرارة. زين هذا شنو يعني؟ هذا هذا الجدول يعني راح اختصر لكم كل شيء. اللزوجة حرف V، الحرارة T. إذا هذا increase هذا decrease، والعكس إذا هذا decrease هذا increase. يعني شنو؟ هاي حرارة وهاي لزوجة، إذا هذا زاد هاي تقل، وإذا هذا قل هاي تزداد. هاي ملخص أصعب شيء ممكن يجي. إذا قال لك الفيسكوسيتي إنكريز الحرارة ديكريز، إذا قال لك الفيسكوسيتي ديكريز يعني الحرارة إنكريز، هاي ما يجي غير هنا أبد. بالنسبة للضغط الفي نفسها اللزوجة والبرجر الضغط، وهذا اللزوجة. ذول تناسبهم طردي، فإذا هذا increase هذا increase، وإذا هذا decrease هذا decrease. نرجع نكتب عليهم، إذا زاد زاد وإذا قل قل. أوكي، هذا يتعامل بالمثل، إذا زادت اللزوجة يزداد الضغط، إذا قلت اللزوجة يقل الضغط. هاي الجدول يعني يلخصكم كل اللي حكيناه لحد الآن، يعني هاي الباراجراف اللي بديت بيه من هنا لحد هنا كله ملخصة بالجدول، بس تفهمون هاي الفكرة، العلاقة بين اللزوجة والضغط شنو، وإذا زاد هذا شو يصير، وإذا قل ذاك شو يصير. كله حكيت لكم اياه بالجدول والمخطط الفوق مع الانفيرسال ودايركتلي. انفيرسال يعني عكسي، دايركتلي يعني طردي. قال لك compare to the temperature، بالمقارنة إلى influence تأثير الحرارة، influence تأثير، temperature الحرارة. إذا قارنا تأثير حرارة الليكويد، السوائل are influenced تتأثر very little قليلا by applied pressure بالضغط. يعني شنو قصده؟ من البداية قلناها، من البداية قلناها العامل المسيطر على اللزوجة هي الحرارة، أما الضغط فتأثيره قليل. هاي أبو ما يخالف، فقال لي تأثير الضغط شبيه، تأثير الضغط قليل قليل. فإذا جاك سؤال قال لك تأثير الضغط much than temperature low little، قل له little يعني قليل، تأثير الضغط
أقل من تأثير الحرارة. هسه هنا جينا على الأمثلة، هسه هاي كملنا من اللزوجة، هسه راح يضرب أمثلة عن الحياة العامية، يعني وين نلقى اللزوجة بحياتنا. فش قايل لي؟ قايل blood viscosity، لزوجة الدم. تعريف لزوجة الدم is defined as، تعرف على أنها. شنو تعريف لزوجة الدم؟ يقول لك inherent resistant، مقاومة كامنة of blood للدم to flow على التدفق. نفس المعنى اللزوجة، نفس المعنى، مقاومة كاملة على التدفق. يعني الدم شنو لزوجته؟ إذا لزوجته عالية يعني ما يتدفق، ما يجري بالأوعية الدموية. إذا لزوجته واطية يجري. لهذا مرات يأخذون تحليل للزوجة، شوفون إيش قد لزوجة الدم بالجسم. تمام؟ تمام. نسبتها ثابتة 40%. فإذا زادت نسبة اللزوجة عن 40% فأنت يعني عندك مشكلة، وهذا يسبب لك كم مشاكل، نحول، دوخة، كم شغلات. ليش؟ لأنه إذا الدم ثخين ما يوصل لك غذاء للأوعية الدموية والشعيرات الدموية الطرفية، فيسبب لك نحول وهبوط ودوخة كم عوامل ثانية. أوكي؟ ف... وأيضا طبعا سبب رئيسي للزوجة هو التدخين. أكو مرات يكون سبب وراثي بس الغالب هو التدخين. إذا أنت سموكينج، جرب هالنارجيلة أو الجكارة، فاللزوجة مالتك عالية. النسبة جدا مهمة. النورمال أدولت بلود فيسكوسيتي يعني شنو؟ لزوجة الدم للإنسان البالغ الطبيعي، أدولت بالغ، نورمال طبيعي، شقد نسبتها؟ نسبة جدا مهمة، 40%. and report، وتسجل ان يونت، وحدة اللزوجة هم مهمة. هاي وحدة اللزوجة ملي بويز، ملي بويز وحدة اللزوجة. اذا قال لك ما هي وحدة اللزوجة، يعني اذا جبت التحليل وقرأته راح تلقى وحدة اللزوجة بالملي بويز، بالملي بويز. increase blood viscosity، طبعا هنا حرف دي مقصوص، increase it زيادة، زيادة لزوجة الدم. is the only biological parameter، هي معلم حيوي، يعني قصد سبب حيوي. that has been، والتي linked، مرتبطة with all of the other measure، مرتبطة بباقي الشغلات الأساسية اللي هي cardiovascular risk factor. شنو cardiovascular risk factor؟ يعني عوامل الخطورة القلبية. اللزوجة مرتبطة مباشر بعوامل الخطورة القلبية، يعني مباشر تأثر على قلبك. ليش؟ الدم الثخين يصعب على القلب ضخه، وبالتالي تعب عضلة القلب، ويصعب على الأوعية الدموية انه يجري بيها، فإلها خطورة على الكارديك وعلى الفاسكولار. فش سماها؟ كارديوفاسكولار. كارديوفاسكولار يعني قلبي وعائي، يعني خطورة وين علي من تكمن؟ على القلب والأوعية الدموية. ها منو؟ خطورة اللزوجة إذا زادت بالدم. فيجيك سؤال يقول لك إذا زادت لزوجة الدم علي من تكمن خطورتها؟ يقول لك كارديوفاسكولار ريسك فاكتور، يعني هي عامل يسبب خطورة على القلب والأوعية الدموية. including، تشمل. ماذا تشمل؟ ماذا تشمل؟ يعني شنو تأثيرات اللزوجة؟ high blood pressure، ارتفاع ضغط الدم، elevated cholesterol، زيادة الكوليسترول، metabolic syndrome، متلازمة التمثيل الغذائي. يعني شنو قصده؟ يعني قصده انه الجسم يقوم ينتج غذاء هواي، والدم ما يقدر يوصل للأجزاء الجسم الطرفية، فيتراكم الغذاء ويزداد نسبة الكوليسترول. الغذاء بجسمك يتراكم لأنه ما يقدر يوصل لكل مناطق الجسم، لأن الدم ثخين ما يحمله. أوكي؟ فش يصير؟ ميتابوليك سيندروم يعني شنو؟ تراكم أيضي، زيادة كوليسترول اللي هي الدهون الثلاثية، مشتقة من الدهون الثلاثية. أوكي؟ بعد شنو ينتج لك؟
من تراكم الغذاء شو يصير؟ obesity سمنة and smoking. طبعا هاي اعتقد هاي يعني شو اسمه داخل عرض، لان سموكينج جابها على اعراض، سموكينج من ضمن الاسباب مو الاعراض. يمكن هنا يقصد يعني خلينا نقول فد جلطه قلبيه او فد شيء، بس هي سموكينج غلط وكانها مو هنا. احنا جاي نحكي على الاعراض، هو مدخل لي سبب لزوجه سببها التدخين مو من اعراضها التدخين، اعراضها السمنه واعراضها ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول، بس السموكينج هاي داخله يعني شلون تقول واسطه، ما اعرف شنو هنا، بس المفروض هنا يمكن سكته، لان هي ايضا تسبب سكته قلبيه او دماغيه، بس داخل عرضها السموكينج اعتقد غلط، وسال الدكتور بيها. كملنا من هاي الصفحه الادوات قايل لي a long glass tube، انبوبه زجاجيه طويله طولها 50 سنتيم closed at one end، مغلقه من احد طرفيها، واويل زيت، ومتر يعني فيته، small sphere كره صغيره، rubber bound يعني لاستيكه، تمام، rubber bound يعني لاستيكه، يعني شنو يعني باند، هذا اللي يربطونه يعني باند يلبسونه بالايد، وربر يعني لاستيك، فربر باوند يعني لاستيكه، ستوب ووش ساعة ايقاف يعني اللي يقيس بها الوقت. الخطوات ما راح اشرحهن، ليش؟ هنا مو مطلوبات، فش راح اسوي؟ راح اطلع لكم التجربة وارجع اقراهن قراية. طلع لكم التجربة وارجع اقراهن قراية. شوفوا الدكتور عنده قراءات، والانبوبة الزجاجية ذيش لي فوق هسه راح يطلع لنا اياها، هسه جاي يحكي لنا على التجربة. هاي احنا قرينا هاي الانبوبة الزجاجية مغلقة من احد طرفيها، اوكي خلينا نعلي الوضوح خاف ما واضحة عندكم. شوفوا اللاستيكات السود هي الربر باوند، ربر باوند اللاستيكات السود، اكو وحدة فوق يد الدكتور هاي لاستيكة سودة، هاي الربر باوند اللي جوا 180، حط واحدة هاي رفعها الدكتور، شوفوا هاي رابر باند رفعها، رفعها، ليش يحط الرابر باند؟ هاي حدد بيها طول الأنبوبة ارتفاعها، راح تقول لي هي ما مكتوب ارتفاع، لا مكتوب تدريجة مال حجم، واحنا نريد ارتفاع، فيقيس الارتفاع، ليش؟ تشوف ايش قد سرعة الكرة، السرعة هي عبارة عن مسافة وزمن، المسافة يحدد نقطتين يقيسهن، والزمن بالساعة يحددها. فاول شيء قال لك نحط الرابر باوند وانبوبه بها سائل، هاي قيم عند الدكتور، يعني اكيد احنا ناخذهم نرسمهم بيانيه، بس هسه احنا جاي نحكي على الجانب النظري من التجربه الكلام يا قانون، بعد شوي ناخذه هاي القيم نحفظهم. المهم هسه هذه مسطره، هاي المتر، هاي المسطره الخشب اليوم قلنا متر، هاي المسطرة جاي يقيس المسافة بين اللاستيكات اثنين، يحط واحدة من جوا واحدة من فوق. ليش يقيس المسافة؟ لان قلت لكم احنا جايين نقيس سرعة، شلون السرعة؟ لازم عندك مسافة ووقت، مسافة يقيسها باللاستيكات، يحدد لاستيكات اثنين واحدة فوق واحدة جوا، يقيس المسافة بيناتهم، وسرعة بالساعة، العفو وقت بالساعة. هسه خلى مسافة بين اللاستيكات 40 سنتيم، هسه المسافة معلومة 40 سنتيم، شو يسوي؟ يلزم ساعة، هاي ساعة بيده، يضب الكرة، شوفوا ذب الكرة، شوفوا هسه هاي الكرة حديد سفير، يذبها، شوف راح تمشي بالسائل، تمشي على كيف على كيف، لأن السائل شوي تخين، تمشي على كيف على كيف على كيف لحد ما توصل للقاع. هاي المنبه بيده، شوفوا ايش قد الوقت، ساعة الإيقاف، شو يسجل؟ يسجل الوقت والارتفاع، ارتفاع 40 سنتيم، الوقت 5 ثواني، ويسجل مرتين الوقت، مرتين يسجل، ليش؟ حتى يكون القيمة دقيقة، فكل مرة يعيدها مرتين لحد ما توصل اللاستيكة الثانية. شو هسه يوقف المنبه 5 ثواني و62 جزء من الثانية، اي 62، هسه عين يقلل المسافة يخليها 35، ويعيد التجربة النوب مرتين،
ويقلل المسافة ويعيدها مرتين، يظل يسوي هيك حتى يلقى لزوجة السائل. إذا الكرة إذا شاف سرعة الكرة عالية يعني السائل خفيف، إذا الكرة على كيفة تمشي بطيئة يعني السائل فخيم. هسا نجي نقراهم مثل ما هم. adjust نثبت distance المسافة between الرابر باند بين اللاستيكتين around the glass tube حول الأنبوبة. make the distance نخلي الارتفاع between the about 30 سنتين. الدكتور خلاها 40 عاد 30 40 نفس الشيء، المهم التجربة نفس الخطوات. drop نسقط sphere centrally كرة في مركز الأنبوبة and with the stopwatch مع ساعة إيقاف find the time نجد الوقت the sphere take تأخذه الكرة to travel للانتقال أو لقطع the distance المسافة between rubber band بين اللاستيكتين. repeat step 3 نعيد الخطوة الثالثة to get two value of the time لأخذ قراءتين للوقت. repeat the experiment نعيد التجربة for different value لقيم مختلفة من الارتفاع، يعني نقلل المسافة بين اللاستيكتين and obtain ونحصل على two value قيمتين of time من الزمن لسقوط في كل مرة نقيس بها المسافة. ملخص هذه تفهمونها لتحفظونها، المفروض ما داخله أنا ما لعلق شوفتكم التجربة وشرحتها وشرحت الخطوات وشرحت كل شيء، شرحنا الحمد لله فضل الله، يعني ما نقول شرحنا المصطلح مو حلو، درسنا سوى. هسا آخر شيء القانون، طبعا الرسم البياني بجزء خاص بي، الكالكليت ما يجي عليها سؤال نظري، هاي لها علاقة بالرسم البياني، هاي لها علاقة بالرسم البياني، فهي بالرسم البياني نقراهم. هسا نجي على القانون، هذا بالرسم البياني فيديو منفصل، احنا لنا علاقة هسا بالقانون. القانون حفظ، شنو تفسير القانون؟ معامل اللزوجة يساوي تعجيل الجاذبية في كثافة الكرة اللي هي رو ناقص كثافة السائل سيجما في دي تربيع قطر الأنبوبة على 18 في. راح أقول لكم شغلة، هذا حفظ هذا هو يريده وهذا هو يعطاه. دوم إذا جاء مسأل على هذا السؤال الفوق كله حفظ والجوة ينطي بالسؤال وهذا دوم يطلبه، هذا اسمه معامل اللزوجة. هاي السرعة تعجيل الجاذبية. كثافة الكرة اللي رو نفس البي بها لوية، كثافة الكرة نفس الستة ملوية اسمها سيجما كثافة السائل. الدي قطر الأنبوبة هم ثابت ما يتغير، لأن احنا ما تغير عندنا قطر الأنبوبة بالتجربة، هو نفس الأنبوبة تتغير بس السرعة والمعامل اللزوجة. مرات هاي العلاقة يكتبونها بغير صيغة خاف تجي، أنا ما العلاقة راح أكتبها تلحيت هواية راح أكتبها خاف تجي. الصيغة هي هاي معامل اللزوجة 2G رو ناقص سيجما دي تربيع على 9V يعني نفسها الفوق بس اكو فرق ارقام، ال 18 جوا سواها 9 لي فوق. اوكي نفس العلاقة بالضبط نفس كل شيء، هذا معامل اللزوجة تعجيل جاذبية كثافة الكرة كثافة السائل قطر الأنبوبة سرعة الكرة، بس هنا صارت 9 وهنا 2. هاي مرات اكو دكاترة يكتبونها ما يكتبون الفوق، انا كتبت لكم الصيغتين اثنينات صحيحات. اوكي تتمشون على الفوق تتمشون على الجو نفس الشيء، اذا جاء عليها مسألة تطبيق مباشر ما بيها لوفات. هذول الارقام حفظ، هذا تعجيل الجاذبية 908، هذا الرو كثافة الكرة density of the sphere 8.1 جرام على سنتين تكعيب حفظ، السيجما اللي هي هذه هيك مكتوبة هيك ترى هي إشارة السيجما هاي، كثافة السائل 0.85 جرام على سنتين تكعيب حفظ،
الدي قطر السبير، قطر الكرة عفوا، قلت قطر الأنبوبة وقطر الكرة، آسف نسيته، قطر الكرة أعتذر، قطر الكرة إيش قلت؟ قطر الكرة 0.45 سنتيم، وهذا أيضا ما يتغير. الفي هي الفيلوسيتي، يعني شنو؟ السرعة، هاي هو ينطيها بالسؤال. الان هو معامل اللزوجة، اوكي، وحتى جدا مهمة، ينطيك هذا الرمز مرات بالخيارات، يريد هاي الوحدة. راح اسولف لكم سالفة، المعامل اللزوجة بوحدتين، هاي اول وحدة وهاي ثانية وحدة، نفس الشيء تكتب هاي او هاي، او يجن باختيارات وحدة منهن، اذا جن سوى تختارهن ثيناتن. اول وحدة داين في في سكند في سنتيم سالب اثنين، ثاني وحدة بويس، هاي وحدة اللزوجة، هاي الاولى تنكتب بهاي الصيغة مرات، خاف الدكتور يفرها وتقولون احنا ما نعرف، حشاكم يعني، بس خافك واحد يعني شوية تصير صعبة علي، مرات يفرونها هيك يكتبونها، داين في سكند على سنتيم تربيع، بدل ما يكتب سنتيم سالب اثنين يحطه جوا، هذول وحدات اللزوجة، ينطيك هذا الرمز ان ويقول لك اريد اليونت مالته، اذا جاب لك هاي بالخيار صحيح، وهاي صحيح وهاي صحيح. الى هنا كملت التجربة، واسف لان طولت، ان شاء الله استفاديتوا هاي بجانب الكلاميات النظري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.